عسلامة. عسلامة أختي. لباس؟ الحمد لله عايش كربي بارك. عرفنا عليك. أنا محمد التايحي اللي عديتوني، تعديت معكم مرة في رمضان هوني. بربي قبل ما معناتها ما تسألني على أي موضوع بس تكلمني عليه، نحب نستكثر خير العباد اللي عاونتني الكل. خاطرك شي ما نجمش نتصل بهم الكل اللي عاونوني في رمضان، إن شاء الله توا يبداو يشوفوني. نحب نستكثر خيرهم الكل، حتى اللي عاوني ما حتى بكلمة حلوة معناها. أنا جيتني العباد معناها ما كنتش نصور اللي يسمى عباد اللي في قلبهم الرحمة كما العباد اللي يريتهم بالحق. ما كنتش نسخايب، قلت له ما راحي ما ربي معناها، لكن شفت عباد اللي معناها عاونتك معناها وعاونوا لي ولادي وما نعرفش. انا نحب نستكثر خيرهم من الناس الكل اللي جاوني، حتى اللي يكلمني بكلمه حلوه. فهمت؟ العباد جاوني من بلايص الكل معناتها عاونوني. ان شاء الله ان شاء الله يلقاوهم في صحتهم وفي صحه وليداتهم، ونستكثر خيرهم الكل ونستكثر خيرك انت. بالنسبه لوضعيتك الحاليه تحسنت؟ في تحسن؟ الانسان ديما يقول الحمد لله. الحمد لله بطبيعة. عندي المراه لما رحم ربي ويزيد معناها ديجا في بالك، عندي وليد عنده شبه توحد. توحد بدا ولا ينطق شويه معناها الحمد لله. ولدي هذا زاد كيف كيف معناها داخل في وضعية بو هي شكوى دون الله مذلة معناها. غير شنية نحب أنا نتكلم خاطرك شي عندي كل حاجة هوني. نحب أن زوجتك شبيه؟ نعم زوجتك ما مشي كل شيء مشي معناها، كل شيء تحت الماء معناها. توفيت؟ اي ما عادش ما عادش. توفيت؟ لا ايش توفيت؟ بالحسب ما انا قديش عندها؟ قبل العيد هكا. قبل العيد؟ قبل العيد توفيت؟ بعد العيد. عندها شهر هكاك؟ ايه وتوا قاعده معايا معناها جوج ساعات قاعده معايا المدام مريم. حياتك بعد وفاة زوجتك كيفاش؟ ما نجمش نفسر لك، ما عندها حتى حل معناها. ما تلقى روحك وحدك بين صغار و ما تنسيش. ايش عندك صغار؟ عندي جوز، واحد عنده توحد وواحد الاخر ديجا في زاد مريض؟ شويه ان شاء الله ربي شويه نهز فيه. مشكلتي حاجه برك اللي انا مع صغيراتي مانيش معناتها نعمل في كل شيء وحدي معناها. انا مني مراه مني راجل مني كذا مني كذا. بون ننصب في حومه نبيع في قطعتين وقطعه نصور في 10000 15000. الحمد لله الانسان ديما يقول. كيفاش لاهي بصغارك؟ نعم كيفاش لاهي بصغارك؟ بالطايف الله نمشي كاردي نعمل كذا، نخلي صغاري نحط واحد في وتيد نهز لاخر السبيطار نعمل كذا نعمل كذا، لكن ديما تقعد ناقص وحدك ديما تقعد ناقص. عندك دار عندك كري عندك هذا عندك ماء عندك ضوء عندك مصروف عندك فهم، لكن الحمد لله. بل كنت تقوم بدور وحده اللي هو دور الاب، توا وليت منك اب منك ام. دور الكل دور الكل. توا كي تخرج تخدم وين تخلي صغار؟ في الدار وحدهم؟ لا معاهم جار معاهم لا بعضهم جارة ولا مدام مريم تاعي معناها سافا ما نحيرش عليهم ما نحيرش عليهم. ما الحمد لله يخرج الانسان يدور هكا يترزق من بعد يروح هكا. انا ما نكذبش عليك عندي حاجه حبيت نهز صغاري ونخرج من البلاد. كيفاش؟ اي طريقه يعني؟ اي بطريقه اللي هي طريقه ما باش نقولها مانيش باش نشجع انا مانيش باش نشجع اللي يتفرجوا فيا على الحاجه اللي في مخي باش نعملها خاطر انا مغصور باش تعملها. حبيت نهز صغاري نخرجهم مرتين نخرجها هذا
معناها باش نقعد معناها هنا راني ما نجم نعمل معاهم حتى شيء معناها بالحق معناها ماشيين ويكبروا ماشيين ويكبروا معناها ماشيين ويكبروا ماشيين ومصروفهم يزيد. انا خممت في معناها في هجره غير شرعيه اللي ما يلزمنيش نخمم فيها لكن خممت فيها وبلي يجي قطوار نخمم فيها. علاش خاطر ما نجمتش هنا حتى شيء هنا ما مش ما تنجم تعمل شيء هنا مش عندك باش تعمل. تمرت معايا معناتها كانت قبل المرأة تحط صغيراتها تمشي تبيع شويه فريب تبيع كذا معناها توا ما نكذبش عليك ما يعني زوجتك الله يرحمها كانت معاونتك اكيد اكيد هي توفيت الله يرحمها ما تخممش انك تعاود حياتك و لا صعيب برشا انت ما تنجمش معناها انت كراجل لازمك تخرج تخدم صغارك صغار وحدهم لكن نخرج عامل يومي عامل يومي ماك تعرف شنيا تلخشي مثلا واحد باش يسال نطر الفرنك على خاطرهم اكيد شنو راه ما فما حد شيء انا واحد من باش نقول لك معناها قلت ولادي لازم يجيبوه كل يوم من عند العطار تحيه ليه خونا فوزي معناها نوصل بالكريدي بالمئة بالمئة وعشرين بالمئة وثلاثين عندي كارني ابيض ناخذ فيه 200 دينار ولا 180 دينار شحال في عام باش تخلص الكري باش تخلص الكريدي باش تاخذ حاجه لصغارك ما تنجمش باش نبدا واضحين ما تنجمش عائلتك يوم امي الله يرحمها تحت لي من تنحي في التوت فوق السطح تحت توفيت الوالد تاعها عليه الموتور على ساقه ويستعمل في السنترول في دول القلب توفى لي انا تلقى روحك مثلا باش تمركي بونت وثم 10 في جول معناها صعيب باش تدخلها الكره الجول فهمتني صعب نوصل لك انا معناها اوبليغاتوار عليك باش بون تنطر فرنك كما قلت لي انت باهي نطر فرنك من بعد كيف يعني الحياة بدون زوجة صعيبة لا والله هو هكا وهكا ما شو يلزمك ديما ترضى باللي عطاه لك ربي اكيد ترضى باللي عطاه لك ربي ما يلزمك تتحرك ساعات تمشي الواحد هنا يغزر لك على القديم يقول هذايا مضروب في وجهه ولا مشلط روحه ولا موشم ولا ما خدموش ما ينساش اللي انت معناها طبت واللي انت معناها بدلت واللي ما يحسبوهاش هما هكاك يقول لك ليه هذا معناتها تبقى فيك الشيء هذاك كلمة الختام يرحم والدين ذاكم الناس اللي عاونتني وانت اختي يرحم والديك وربي يبارك لك ان شاء الله يعيشك وان شاء الله ربي الله لا يحرم مؤمن ان شاء الله من والديه بريمو وكما قلت لك اختي ما يلومونيش العباد اللي انا نخمم في هجره غير شرعيه معايا صغاري خاطر شو خاطر اوبليغاتوار عليا باش نعملها ولادي صغار برشا ومرضى لازمني نعمل هكاك ما نعملش هكاك راني باش نضيع صغاري باش نبدا واضح احنا ما نشجعوش على الهجره الغير شرعيه انا ما نشجعش لكن انا دخلت في حاله هستيريا ما عادش وليت تحشم باش تخرج ولادك معاك ولدك يحب كلاس يحب قلوب يحب دابو زمان يحب دابو زمان داخل يدك لجيبك ما تلقاش اش باش تعمل خلي نمروك ما يسالش قداش نمروك وبلادنا لا هو التليفون مشى 28 611 857 خسر صعيد سنين معناتها الناس الكل تعرف ولا بربي راني ما نشجع حتى واحد على هجرة غير شرعية بربي راني مانيش نشجع فيهم وما نشجعهمش لكن العبد العبد معناتها الفقير لله وبليغاتوار عليه باش نعمل هيك خاطر هنا ما يخدمكش حتى انسان